البدء ببرنامج توزيع منحة وزارة الهجرة والمهجرين والتي بلغت 2000 منحة لعموم نازحي محافظة صلاح الدين. الوجبة الأولى شملت نازحي مدينة سامراء حيث استلمت المبلغ المقدر ب 500,000 دينار لكل عائلة نازحة مسجلة كما أكد مدير فرع الوزارة في المحافظة. شمول الوجبة الأولى بمنحة 500,000 دينار، وهذه المنحة هي 500,000 دينار مخصصة لكل عائلة نازحة مسجلة في قاعدة بيانات الوزارة ومستمرة بالنزوح. سيتم شمول 2000 عائلة في عموم محافظة صلاح الدين. أما النازحون فقد طالبوا العودة إلى مناطقهم، وهي المنحة والهدية الأهم. وعلى الرغم من فتح أبواب العودة لهم، إلا أن عدم إمكانيتهم إعادة بناء بيوتهم ومزارعهم يحول بينهم وبين عودتهم. تعوا المنطقة بس هنا على الحديدة، لا كهرباء إبه، لا ماء إبه، لا فرد شيء إبه، بساتيننا تراب، بيوتنا كلها تراب، إحنا بيوتنا خراب، بساتيننا خراب، سياراتنا راحت، انهدمت بيوتنا، زلمنا راحة. ناشد الحكومة أنه ترجعنا لديرتنا. ديرتنا مفتوحة، ما عندنا أي إشكال، بس ما عندنا مادة إنه نبني. اللي عنده راح بنى، واللي ما عنده جاهد، ونريد نطلب من الله والحكومة تجي تدحد علينا، تشوف حالنا وتشوف جهالنا. شمول هذه العوائل من النازحين بمنحة مالية يعين الحالة وييسر جزءا من المعاناة، ولكن الإعانة الحقيقية بالنسبة لهم هو إكمال ملف عودتهم إلى ديارهم. من صلاح الدين، فراس الحسني، التغيير.